إن كنت تبحث عن تردد باقة قنوات دبي الجديد، فهذا الفيديو موجه لك، حيث غيرت 11 قناة من باقة قنوات دبي ترددها على النايل سات. أنا غادة وهذه قناة تي في فريكونسيز. تابع معي الفيديو إلى نهايته لمعرفة المزيد. سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المتابعين الأوفياء، كل محبي غادة تحية كبيرة جدا جدا مني إليكم، وشرف كبير لحضوركم وتواجدكم معي في القناة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أقدمه. إذن في هذا الفيديو الجديد، كما قلت، أقدم لكم التردد الجديد لباقة قنوات دبي والتي تضم 11 قناة، منها قناة دبي الأولى، قناة سما دبي، قناة دبي وان، قناة نور دبي، قناة دبي دراما زمان، قناة دبي زمان، دبي سبورت 1، دبي سبورت 2، دبي سبورت 3، دبي سبورت 4، ودبي ريسين، والتي تقدم محتوى متنوع وثري من مسلسلات وأفلام ورياضة. كما تعرض هذه القنوات مجموعة من البرامج المنوعة الفنية والرياضية والإخبارية وغيرها. إذن فيما يلي تردد باقة قنوات دبي الجديد، وهو 11.096، معدل الترميز 27500، والاستقطاب عمودي في. هذا على الحزمة العربية العامة. كانت معكم غادة من قناة تيفي فريكونسيز. مشاهدة طيبة وممتعة أتمنى لكم أحباء المشاهدين، ولا تنسوا قبل مغادرة الفيديو الإعجاب به، والأهم من كل ذلك تفعيل الجرس لتصلكم أحدث أهم الترددات باستمرار. شكرا لكم على مشاهدتي، دمتم أوفياء، إلى اللقاء.